السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حان الوقت الأحوال الجوية خاصة المنتظرة لصبيحة هذا الأربعاء إن شاء الله عموما الحال شباب على معظم المناطق تاع بلادنا هذه مع الصباح سمو صافية دوك شوفوا الوضعيه كيفاش تكون خلال الظاهره دائما النشاط الرعدي على اقصى الجنوب وايضا بعد المرتفع تاع الهوغر والطاسيلي بعد الزوابع رملية خاصه على الصحراء الوسطى والسما صافيه على الشمال على شمال الصحراء الواحات الصحراء الوسطى كذلك حتى الجنوب الغربي كولايه تندوف نجوزوا لدرجه الحراره ننتظرها صبحت هذه الاربعاء ان شاء الله حراره 25 على العاصمه وكذلك جانات وطمرست 23 20 بعنابه 21 بالهضاب بالعليا من منطقه بسه القسمطينه للصطيف الجلفه تيارت باتنه باركه خنشله البيض مشريه عين خمسة 25 بوهران 33 ب 31 بعين صلاح 28 في بشار و 32 درجه ان شاء الله على ولايه عين قزم وولايه برج باجي المختار نشوفوا درجه الحراره خلال النظاره اعلى مقياس دائما على الجنوب الغربي والصحراء الوسطى خاصه ولايه ادر من منطقة أفلو وركان تندوف حاسي منير وفورلوطفي وتبلبالة حوالي 48 حتى منطقة بني عباس وتغيت 47 في بشار 47 كذلك في حاسم مسعود 40 على المنطقة تاع الهوكار مناطق تاع الهوكار والطاسيلي عين صالح 47 وبرج بادي مختار 31 بوهران الجزائر العاصمة مستغانم بجاية تيباسا بومرداس و30 درجة كي ديال سكيدا عندنا باو 35 على قسمطينه 38 على كالما وكذلك 38 على منطقه غليزان والشلف وعين الدفله وكل مدن تاع الهضاب العليا ما بين 35 الى 36 درجه مئويه دوك نجوزو للملاحه والصيد البحري البحر شباب الرياح ضعيفه حاره المياه 27 28, 28 درجه مئويه والاشعه الشمسيه دائما عشرة على عشرة كالعادة نختم هذه النشرة الجوية دائما بهذه المعلومات الفلكية نبقى لغرق كلكم ربي دوم مع برامج الشروق <applause>